في بداية الطلب طلب العلم شاق، أقرانك وأقاربك في استراحات مبسوطين على ما قالوا، يتمشون وينبسطون وتجاذبون أطراف الحديث وانظرون إلى أخبار العالم، وأنت جالس بزاوية في بيتك تقرأ كتاب أو في مسجد بين يدي شيخ. فالنفس فيها صراع في أول الأمر، لكن هذه مرحلة امتحان. فإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله جل وعلا وأخلصت وصدقت اللجأ إليه، لا شك أنك تكون في نعيم، في جنة لا يدركها مثل هؤلاء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، كما قال من قبل، يعني هم في جنان لو يعلم بها الملوك لجالتوهم بالسيوف. يعني عطاء ابن أبي رباح مبتلى بعلل كثيرة، بتشويه خلقي وعلل في جميع أطرافي وفي لوني وفي شكلي وفي وجهي، وإذا جلس في المسجد الحرام الملوك كأنهم أطفال بين يديه. ما الذي رفع هذا؟ بما رفع مثل هذا؟ رفع بالعلم. فإذا أدركت مثل هذه الأمور وقرأت ما أعد الله جل وعلا للعلماء العاملين في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا شك أنك سوف تنسى كل ما يتلذذ به الناس من أمور دنياهم.